ناقش اجتماع عقد بمحافظة الخميل سوق قطرة برئاسة محافظ المحافظة رمزي محروس عددا من المواضيع المتعلقة بتنمية إيرادات صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة. وفي الاجتماع أكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية ستعمل على حل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الصندوق، مشددا على أهمية تضافر جهود الجميع وبذل الجهد في عملية تحصيل الإيرادات بالشكل المطلوب، كونها تعد المصدر الرئيسي لأعمال النظافة وتحسين الوجه العام للمحافظة. حضر الاجتماع وكلاء المحافظة العميد الركن صالح علي سعد وعبد الجميل بن آدم.